بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى سبحانه وتعالى وهو يدسنا بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه مارت خيرك نوافتشيو سيد الله سبحانه وتعالى تعليهي عاوة إخوتي في الله مثل المفرقان المبارك خير كيسا يأذو بطهي إلى سبحانه وتعالى ينوز زيادين ويدسننا أذكرنا سنة مؤتمر كمرد ونور الماضي هذانا الشيخ عبد الرحمن مارت مرسل بانو يمد ودروس لنكود دمييي هذانا بفضل الله هذانا علماء كروس عطا بعدنا نوي مادين خير الله السيو إن هذا علم جوال الله دون تابا واجهور أصل كوها إن علم جوال الله هذا علم جي أصعب الله نائمني يوم كفى إذا سنة سام بامارتي نلقو بريا يا هذا محنوي مادين علماء دين الشيخ محمد إدريس وصو ذكرنا سماه ربنا باسا قريب كم إذا ويان لكن أخونا الشيخ أحمد الشيخ محمد عبد السمد الشيخ أحمد عبد السمد يو أخونا الشيخ حسن إبراهيم محمد أبو حسن كم عدير أي حالي نوي ما دنيلا إلى يهبين ك خميس ثانوي نلتشوا جاي يعني عاوي يهبين دم يهبين كوسح إن شاء الله وتبارك وتعالى موضوع بعلماء أي وذين ورنت أصله هو موضوع مهم أو مالك استولج ومسلمين تورن وخاصة النجات أو يتها معنى هذا ولا التنمت ولا التنمت كدين جا هي مهمة إلى هذا يقف كمسلم كأنه أرنتها إلى عليه أو الدين وإلهي وجود وهذا وكرده أي ولا روحه مركا علماء ذي قرتين موضوع عاصم والنامن إلهي ما يلب ظننا ويكسو دراسين هين قابب كمركا عاوة غيب كميدو نقول هبين دمنا غيب كميدو هبين كخميس تانا ودردارا يوم عرقتي ينقون هيا دو إلهي لهذا عاوة مركا لبضا شيخ ونوو قرن شيخ أحمد عبد السمد يو شيخ محمد إدريس مركا لبق قيبود ويان مكا الأخوة الإسلامية أما ولا التنمت كالديني كإسلامك ويان عوانك كوبات جود هانيد بنو تشيدا مركا لبضا قيبود كلا قاضنا يا شيخ أحمد عبد السمد بنو هر مرننا أصيب حوايا قيب تيسو وولا التنمت كديني مهمة دا إلى هذا هي مده هذا ولا التنمت مده إلى هذا أهمية دا إلى هذا مركي سيدا أي تاي لومر إيو مده دا ليسا مده أي دا ليسا مده هذا إيا مهمة دا إلى هذا هي أخوة دا الدين ولا التنمت كديني كدبنا وحنسو قدونا إن شيخنا شيخ محمد إدريس أصلاً وحكاها الله يا وحيابها حوتشية مقومات المارت الأخوة الإسلامية وحيابها حوتشينهي ولا التنمت كديني وحا حوتشية مارت التاغيرة كبعينها هي أيو أصلاً مركا إن شاء الله تعالى أيو كاهد لدونا مركا همين دمانا غيب كلا أو نسل أخوة همين كو حكتانا واضر دارني يقب قبدي ويان مركا أولاً وحان الله هي سود واضع علماء تواضع إسكا مارت هي إعلان كنو نغير أمانتا ووقت الدنباء يان برنامج كاس كسوة حلحني وحضور ككدم بيجي بعد وليبا سقال ساعة هذه هاي وأنت إعلانك قاري وين هبين دنباء إن شاء الله تعالى يوحي كدم بيان وديار جروب إن بري أيان مارك إعلانك سفيع عن صماين إن أدو عن كسوة وين هي ميكروفون كأخونا شيخ أحمد عبد السمد ما لنا يمارتي غيبتك وبعدين إن شاء الله تبارك وتعالى ومارتي نوب اللابو دولي هذا إن شاء الله تعالى دي دونكنا جارسية aan isgaarsiinno nimba nin ha gaarsiiyo rag iyo dumarba isku midba loo yahay waa loo wada baahan yahay xuquuqda diiniga iyo islaamka iyo wacdiga iyo waanadaba wax kalaba hadaada qaadanin joogitaanka kaliya joogti qalbigaada ayaa ku degahaya culaysyaal badan baa ka dhacaya insha Allah ta'ala ala fal yatafadhal sheekhana mashkuran mahjur insha Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، سيدا وشيخان وشيخي الشيخ عبد الرحيم، موضوع قود ندود وحوية ولعلين تبول شدا إيوه زولنت وحيابها فسادنا ولعلين مضى وحرمية يعني إن شاء الله تعالى لبها بأن توسع أودي دون هبين كدن بنا دردارا إيا خطين كي سأونا قنايو مركا وحين كرقا إنا قيب تكواد أهمية دا إلا هاي ولا لماذا مسلمين تقول حيسة ودر الله إيو آثار تيدا رادت كيدا أما مرها لغا قرانا يو مركي سيدا أي تهيلوهر قليو وحكم إذا إنا تلمانه
ugu horeyn rabbigeen subxaanahu watacaala wuxuu yidhi innama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacallakum turxamuun. Dadka mu'miniinta ah walaalo weeyaan, wax kale isuma aha ee xiriirka ka dhexeeya waxa weeye walaalnimo keliya, colaad iyo isnacayb iyo wax kale midna ma aha, waa xiriir ku kooban walaalnimo. qofkii wax kala sheega oo annaga iyo qole hebla ama deegaan hebel ama koox hebla oo muslimiinta ka mida col baa nahay iyo iskuma fiicnin iyo waa khalad. xiriirka marba laba qof oo ashahaata ka dhexeeya waa walaalnimo keliya xagga ilaahay. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wakunuu cibaad allaahi ikhwaanan kamaa amarakum almuslimu akhu lmuslim. addoommada ilaahayow waxaad noqotaan walaalo siduu ilaahay idiin faray walaalo u noqda, waayo muslimku waa muslimka kale walaalkiis. culimmadu waxay yidhaahdeen naska xadiidka macnihiisu waxa weeye ilaahay addoomma u noqda oo saad addoomma u tihiin ula macaamila, mu'miniintana walaalnimo kula macaamila oo inaad walaalo tihiin sideed ula dhaqma, waayo xiriirka ka dhexeeya labada mu'min waa walaalnimo keliya. intaa waxaa ka sii xeel dheer oo xadiiska nebigu uu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay isku hal jir oo kale yihiin, hal qof jirkiisu sida uu isku midka u yahay oo kale ayay ummadda mu'miniinta oo dhani isku hal jir u yihiin. wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraxumihim wa tacaطufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. xadiidka macnihiisu waxa weeye mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir oo kale marka laga eego dhinaca kalgacaylka ka dhexeeya, say isugu naxariisanayaan iyo caatifaday isu hayaan, hal jir oo kaley la mid yihiin. oo haddii xubin ka midihi xanuunsato inta kale oo jirka ahi ay la wadaagayso xanuunka iyo qandhada iyo soo jeedka hurdala'aanta xanuunku ku ridayo way la wadaagayaan. oo waxaad og tihiin qofka madaxa xanuunayo ama wadnuhu xanuunayo ama maxaa la idhaahdaa beerku meesha xanuunaysa keligaabaa xanuunsana, adigu iska rafaad ma aha, qofkii oo dhan baa la wadaagaya xubinta xanuunaysa dhibta haysata inta kalena way la wadaagaysaa. xadiidkan mar uu sharxay ibnuljawzi wuxuu yidhi raximahullaahu tacaala sida uu jirku u kulmiyo xubnihiisa oo uu isugu hayo oo ay u wada suran yihiin xubin kasta ay u suran tahay jirkaas, ayaa iimaankuna wuxuu isu hayaa oo uu u kulmiyaa dadka mu'miniinta ah. oo sida xubnuhu jirkan ay ugu xirxiran yihiin ayaa iimaanka mu'miniintu ugu xiran yihiin, marka saasaa isku duubnidaa keenaysa. marka hal jir oo kalaa laga soo qaado. waxaa ka sii xeel dheer aayadaha qur-aanka ina tusayaan inay isku hal naf oo kale yihiin, hal qof nafta ku jirta oo kale bay la wada mid yihiin. rabbigeen wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaa taqtuluu anfusakum, nafihiina ha dilinina. sida daahir ibn caashuur uu yidhi ujeeddadu ma aha nin walbow adigu ha is dilin, ee waxa weeye qaarkiin yaanu qaarka kala dilin. qofka qof mu'mina oo walaalkiisa dilay waxaa qur-aanku ka dhigayaa qof naftiisii dilay oo kale. inaad naftaada dishid laguma ogola min baabi awla, laakiin naftaada ha dilintaan waxaa looga jeedaa walaalkaa ha dilin,
هذا دشدنا لنفتي سيدي لي بعد لمتها آيادها كلا وحكمد قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم نفيهن عيبيننا لوغا مجيدو أدوها إسعاين أنا ونعصبان هاي أنا وعين كاسان هاي لوغا مجيدو وحا لوغا جيدا قاركين يانو قارك كلا عيبينن أو عاين قفك نف ولالك عايي وحا لغا قف نفتي سعايي أو كلي حريرك أديجيس أنت أول إجيها ووالله وأسكو هالجر وأسكو هالنف أنت وحكت له متشران نشا خاوح يوشة كي مقالة النيروبي أيان ننشو يوح إيشة كي ننباحن صدي مركز حنون كسيلة جروي أد مركي لباري نتيجة دي وحي نقطي نين كان unugyada jirkiisi ayaa isgaran waayay jirka waxa ku jira unugyo wixii ku soo duula oo dibadda uga yimaada ka difaaca oo gariib ah oo jirkan soo gala marka qayb kamida unugyadii oo ah qaybti difaaca ayaa unugyadii kale oo jirka garan weeyday markaasay weerar ku qaad marka unugyadii jirkiisi ba dagaalamay marka si loo daaweeyay marka jirka xubin laga bedelo beerka wadnaha kali markii meel wax laga bedelo daawo la siiya daawadaasi waa inta qofkaasi nool yahay oo dhan buu qaadanaya muhiimadeedu waxa weeye inay isbarto xubnaha jirka unugyada jirka difaacaya iyo waxan ku soo kordhay oo dibadda kaga yimid oo xubnahani ay la diriri lahaayeen ayay daawadan isbaraysaa oo waxay u aqoonsanaysaa inuu jirka ka mid yahay haddii dawada laga joojiyo weerar bay ku qaadayaan marka intuu nool yahay oo dhan waa wadaya dawadaas marka shacabka soomaaliyeed dhab ahaan waxaa la dhihi karaa xanuunka ninkaas ku dhacay bay qabaan walaalnimadii iyo isku jirnimadii iyo isku nafnimadii ka dhaxaysay bay garan waayeen waxay isu maleeyeen inay col isu yihiin markaasay dagaalameen soomaali marka maanta waxay u baahan tahay in la siiyo daawo isbarta inay walaalo yihiin sida jirka qaybta lagu rakibay dawada isbaraysa loo siinayay ama ninkaa xanuunsaday dawo qurbacyada ama unugyada jirkiisa isu barta sida loo siiyey baan u baahannahay daawadaas marka waddankee lagu soo sameeyey daawada isbaraysa xiriirka ka dhexeeya bulshada soomaaliyeed oo isgaran weyday oo isdilaysa daawadaas xagga ilaahay bay ka timid subxaanahu watacaala dhinaca rasuulkay ka timid calayhi salaatu wasalaam daawadaasa waxaa la rabaa qof kasta oo soomaaliyeed in lagu duro oo weliba in uu ku biskoon karo la siiyo qofbaa xanuunku ku wen yahay oo u baahan in la siiyo kuura culus qofna nus weeye oo nus mid buu u baahan yahay qofna xoogaa yar buu qabaayo xoogaa baa la siinayaa qofna ka horta keliya u baahan yahay inaan xanuunku ku dhicin waxaa jira oo aan ka bartay dhakhaatiirta iyo dabargoyn marka xataa marka la daweeyo daawo dabargoysa in loogu daro weeye kullina waa qur-aanka iyo xadiiska ku yaalla marka waxaan u baahannahay aniga iyo culimada meeshaan fadhida iyo jamaacada masjidka iyo bulshada magaalada Mombasa degan iyo Soomaali weyn meel ay jirto shanta qaaradood daawada inaan wada qaadano oo qof walba kuurada uu u baahan yahay ka qaato kaan jirranayn uu ka hortag qaato weliba aanu dabargoyna qaadano si aysan mar dambe noogu soo noqon baan u baahanna oo aan fahamno xaqiiqada xiriirka naga dhexeeya iyo inay walaalnimo tahay inta haddaa isla fahamnay waxaynu ka xusaynaa dhowr arrimood waxyaabaha ina tusaya ahmiyadda ay leedahay walaalnimada mu'miniinta ka dhaxaysa waxyaabaha aynu soo qaadayno waxaa ka mida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu u soo haajiray magaalada madiina
شقد كواد وقبته وحي أهيد اسمها مسجدك المسجد النبوي أي الاسم تلابد اللبعد وكحتين وحي نقطي أصحاب تيب ولا لي بين أو بين المهاجرين والأنصار أي اللبعد ولا لي عليه الصلاة والسلام ولبا ولا النمها الكرق يا أفكا أما أهيني ولا النمى الله اسكت لحلا يا أهي ولا النمى دارين كجشي أو عقل كجشي أو رقن كجشي بين نقط أو ذاتك السلوك كودي يهب فكر كودي يهب نرولات كودي أو لم بدشي ولا النمى داسي وحين نقطي ولا النمى نن وكير هذا كيل الأول عليه مجال هذا رجع حول بدن بان كم ذا هي نسق هذا حول هيجا لا بحاس بان ليه هي أن ميت كفر أمريكا يكون حلال وده جورس ولا اللي ما وحي نقطي سنة تاريخ ذا الجوري رجع نوع إن بي الله كاني وسكر هذا نن كم ذا وويره هبل باقي قدر نسيه وهبل كينا مرك اللوج يويري هبل باقي قدر نسيه أو رجي إنتي ترى ضاد وأهيد با نن إسجو أن عبين بيه أي نفط كوضع العضي مرك نفتي يوم حال إسهوري مالكي وحال إسهوري حاسسكي رجني بيا أي أدري ما نيام بي ولا له أدورين واتلمنت وإلهي كأماني لمن كلا يراهدو أنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحا أي كاتحت هذي أقبان ولا لهود بي نفتو ذا أقدوريا وحا يروا أي هايستان أباهين ولا لهود بي أدوريا انتي نفتو ذا كقادان وحا نعضي نبينا عليه الصلاة والسلام إني نكسو هيدي مرتئة وأحاسسكي سير محاد هايسان بركاسي كل قد وحا يراهدين ما هي نوح أن أهين بيو أصحابتي وكيريان كان إمرتي قالين يا مركز نير أنصاري أنيق نكي بكحيي حافدي بكي قبل يبو حكير حاس كي ساهد حاي سامرتي دي نبي قام وداي عليه الصلاة والسلام مركز نوح يترى عرور تعشد وده ما يوحك له ما هي وحنا عيال كفر سماه إن جسح ويسحس تبعت حول الواحد سما يسا عشان الصوت صافر يسوع فانوس تقصد يقف هجاتنا يسكنك بختي دمي كبي كده بقى سدي بياش وحال الدون يا حوجا عن يركع عشان إنه كل يعمنه الله يسكنك إن لا عونه يوالوش كينا يا سدي تدو حلا عونه وحير بان كل إنه حوجا عونه نبي قال عليه الصلاة والسلام سبحانه دي مركونين كأركي صحابي قال هم كويري إلهي سبحانه وتعالى حالي سات سميسان أدي حاس كاجي إلهي واقوق السلام يسوي الله يا بهذا النوع عسو كلا أبو كير عليه الصلاة والسلام عرورتي سيف وقاتش كسيحي سقي حاس كي سين قاتش كسيحدين سأي ولا الكود وجود دوران وحير كائنه عنه هل كا ولا اللي مجار تبي أي مركة لبدن تلابو النبي يسكح الشيء عليه الصلاة والسلام أمي أي أهيد اسمها مسجد كا مدة كحك تنعي أهد ولا علينت وحيرا هذين إن ومعنها هذا الكي إلهي أو أها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي حرقي سيسوى ذكرة أقبصدا أو مرنها كالتقنين حريركي مؤمنين تأي ربي قد كالحي أيو نبي قد لذي بدأ أؤاس عليه الصلاة والسلام أو رمزي أو أهار اسمها مسجدك مركي أو كاكسو جيستي أو مبدأ كواد أها مبدأ اللباد بو أقدبي أو أه حريرك مؤمنين تلحظوا ذا إنو أتكيه أو أه ولا لينتان أسمي مركا مبدأ الشهادة لبدأ يضرنا أو أه إلهي عبادة كلج إن لسي وأن عدك للو ذات النبي قال عليه الصلاة والسلام للرمي أو للراعه تيرك اسمرك لقسو قدب أما مبدأ أس مبدأ كالأولو قدب يا وحوية مبدأ ذاتك أرنت أسكو ولا لوبي أو إسكو راعي إلا ولا لي أو لا إسكو حرو
sida ilaahay uu yiri inna allaha yuxibu alladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus, ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa iyaga oo isku duuban jidkiisa ku dagaalama, iyaga oo hal saf ah oo aad moodid isma issaarsaaran. oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda, mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhismaha oo kale. dhismaha markii buluketi ama jaajuur waxa u taqaanid ama lebanba la isisaarsaaro, soo isqabsan mayo, isku dhegi mayo. nebigu saasuu farihiisa isu dhexgashay. washabbaka bayna asaabicihi, buu yidhi asxaabigu, farihiisu saa isu dhexgashay, xoogga ay isugu duuban yihiin buu cabiray. dadka marka ilaahayna waa inay si xooga ugu xiran yihiin, iyaguna waa inay si xooga isula xiran yihiin. marka qur-aanku wuxuu aayaddan isku dartay ilaahay ku xiraada, idinkuna isku xiraada, lama kala reebin. arrimaha kaleo ina tusaya ahmiyadda mawduucan waxaa ka mid ah waxaa la ina amray inaan samayno wax kasta oo mu'miniinta xiriirkooda xoojinaya oo walaalaynaya oo isjeclaysiinaya, waa la ina amray intaan ka awoodno. waxaa la ina ka mamnuucay inaan ku kacno wax kasta oo walaalnimada dhaawacaya ama daciifinaya ama mu'miniinta kala fogeynaya, waa la xaaraamay. waxaa nebigu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam saddex hadaatihiin, laba yaanay gaar u faqin. saddex hadaatihiin, laba idin ka mida yaanay gaar u faqin. maxaa rasuulku diidayaa in wax galaan oo isdhaho ma aday ku caayayaan, ma aday kuu tashanayaan, intaasaa qalbigiisa loo diidaya, sida dadkaas walaalnimadooda iyo midnimadooda loo ilaalinayo. intaasi waxaan kaloo ku dari karnaa marka dadkaasi waa bani aadam oo way gafayaan, oo iyagoo saa walaalo u ah mid baa kan kale ku xadgudbaya ama koox baa koox ku xadgudbaysa ama qabiil baa qabiil ku xadgudbaya, waa ilmo aadanoo gafkaasi tilmaam buu u yahay. kullu bani aadama khataa, weliba gaf wuu gafaa ma aha, waa gaf badane. marka way khaldamayaan. inta khaldanta waxa u wanaagsan inta ka soo noqota khalad walaalnimada wuxuu dhimaya hadduu dhaco oo la isqabto. ilaahay wuxuu amar ku bixiyey labada isqabatay inay heshiiyaan, waa amar. waxaa kale uu ilaahay amar ku baxshay mu'miniinta kale inay labadaa heshiisiiyaan, iyagu inay heshiiyaanna waa ku waajib, kuwa kalena inay heshiisiiyaan baa waajib ku ah, sida loo ilaalinayo walaalnimadaas. markaasuu weliba ilaahay iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ajar weyn u ballan qaadeen ciddii ka shaqaysa dadka walaalayntooda iyo heshiisiintooda. ahmiyadda mawduucan waxaa ku tusayaa qofka dadka heshiisiinaya waxaa nebigu u fasaxay calayhi salaatu wasalaam inuu xataa been sheego si uu dadka isugu soo dhoweeyo. beentu waxaad ogtihiin inay ka mid tahay dembiyada kabaa'irka ah, calaamadaha munaafiqiinta lagu yaqaana ay ka mid tahay, oo nebigeenu uu yidhi mu'minku sidiisaba been ma sheego. beentii sidaa u liidatay ayaa loo fasaxay si uu dadkaas walaalnimadooda u soo celiyo ama u adkeeyo ama waxa soo dhexgalay meesha looga saaro. qiimaha walaalnimadaas iyo isjacaylkaas iyo isku kalsoonida mu'miniintu leedahay aawadeed baa camalkii sidaa u xumaa ee beenta ahaa loo fasaxay. dhinac kale markaan idanka tuso, nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dira diraalaha dadka isku dira jannada maba galaba gebigiisuba, oo waayo dad ilaahay walaalnimadooda iyo midnimadooda iyo kalgacaylka ay isu hayaan uu jecel yahay oo uu amray oo uu mabda'a labaad ka dhigay ayuu isku dirayaa oo kala goynayaa. dadka ilaahay isu jeclaysiiyo isku xiro walaaleeyey ayuu colaad dhex dhigayaa, marka jannaba maba gelayaba. ama laba qabiil ha isku diro, ama laba qof ha isku diro, ama laba kooxood ha isku diro, janno il saari mayo. calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu mutaysanaya. waxay ku tusaysaa qiimaha walaalnimadan ku fadhido. waxyaabaha ina tusaya waa tiro badan yihiin, waxaan uga gudbaynaa si kooban thimaarta ama miraha walaalnimadaas ka dhalanaya adduunyada. aakhira waxaa ka dhalanaya waa fara badan yihiin, laakiin waxaan rabnaa dhinaca maadiga ah
mirihii ka dhashay walaalnimadii nebigu sameeyey inaan keliya ku soo gabagabeeyo oo aan sheekha uga baxo. culimadu waxay yidhaahdeen afartan arrimood ayaa mirihii muslimiintii hore ka gurteen ugu weynaa walaalnimadii iyo isku duubnidii nebigu ka shaqeeyo sameeyey calayhi salaatu wasalaam. midda koowaad waxay ahayd magaalada madiina, waxaa nebiga la deganaa calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta yuhuud saddex qabiil ah, munaafiqiinna way la deganaayeen oo islaamnimo sheegtay laakiin gaalo ah dhab ahaan oo yuhuudda la shaqaynaya. xooggooda waxay isugu geynayeen mu'miniinta inay isku diraan, inay niyad jebiyaan, inay diinta nacsiiyaan, inay khalkhal geliyaan, wax kastoo dhib u geysanaya ka hakran mayn, iyagoo yuhuudda iskaashanayaan. yuhuuddana waa ogtihiin waa dad makri iyo dhagar iyo shirqoolo badan oo caan ku ah. munaafiqiintuna shaqadooduba waa inay mu'miniinta lugooyaan oo jilaafeeyaan, laba qolo oo aad cadow u ah oo aad u khiyaano iyo shirqool badan bay ahaayeen. muslimiinta meel ay ka galaan bay waayeen, waayo waa dad saa isugu duuban, kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda, meel la isaga diro, wax kasta oo ay sameeyaan qur-aan baa kusoo degaya, xadiis baa nebigu kaga hadlayaa, meel laga gala ma leh. arrintaa waxaa sabab u ahaa walaalnimada iyo isku kalsoonida iyo isjacaylka dadkan dhex taalay. laakiin innaga habarkuuley baa isku keen diri karta, hubka qaata, kala yaaca, labada isugu jecel caawa waa la isku diri karaa, waayo walaalnimadeenna iyo isku duubnideenna iyo isku kalsoonideenna iyo isjacaylkan isu qabnaa daciif ah. ilaahay baa loogu dhowaanaya walaalnimadan. marka si aan cidina isaga keen hor keeni karin inaan nebiga iyo asxaabtiisii arrintan kaga dayanno, baan u baahanaa calayhi salaatu wasalaam soomaali meel ay joogtaba. arrinta labaad oo ay sheegeen waxa weeye cadowgii dibadda ka soo duulayay oo aada u fara badnaa oo mararka qaarkood 12,000 ciidanihii ay magaalada madiine isugu yimaadeen oo ay u dhammaayeen reer Maka oo quraysh iyo axaabiishteedii isku wadata iyo qatafaan iyo qabaa'ilkii carabtii reer baadiyaha ahayd oo aada u faraha badnaa iyo yuhuuddii magaalada deganayd oo gaashaanbuur la agaalada iyo munaafiqiintii oo gudaha kaa khalkhalinaya sirtaadana bixinaya, intaasoo isu timid weey. duulaankaa dibadda ka yimid oo xoogaa leh waa loo babac dhigay oo la doonayo in lagu tirtiro muslimiinta. isku duubnidaasaa sabab u noqotay. waxaa laga yaabaa ciidanka muslimiinta u dagaalgalay in afar goor laga badnaa, afar laab in laga badnaa ama kasii badan, waa loo babac dhigay. isku duubnidaasaa sabab ku ahay. qodobka saddexaadna wuxuu ahaa magaaladan madiina magaalo yar bay ahayd, dhaqaaleheeduna kooban yahay, dadkii deganaa dad ku tiro dhow baa ka dul yimid oo socota ah oo aan wax sidan. magaalada yari waxay awood u yeelatay dadka intaa fara la-eg oo aan waxba sidan inay dusha u ridato noloshooda oo ay xambaarto. magaalada madiina ninna gaajo ugama cararin, ninna gaajo uguma dhiman, waa lagu gaajooday, waa lagu rafaaday, rag baa gaajo la suuxayay, arad baa ka dhacay, cagacadaan baa diinta loogu shaqaynayay, rag baa gaajo nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar iyo cumar oo nin walba gurigii gaajo dar la fadhii waayey baa midbashow iska usoo baxay, saalabaa isheshay, se haddana nebigii oo socda iska, war maxaa idin soo saaray, say dhaheen gaajaan guriga la joogwen si anna gaajo isoo bixisay. heerkaasaa la gaaray, saasoo ay tahay, qofna gaajo uguma dhiman, qofna gaajo ugama cararin. walaalnimada iyo iithaarka aan ka soo sheekaynay oo wax walba la isu hurayo baa wuxuu keenay culayska inay madiina dusha u ridato. innagana 10 qoys hadday soo qaxdo waxaa laga yaabaa magaalada dhan inaynu qaadi weyno oo aynu cabaad iyo hala qaaraanta isku nafta inagu qabato. qodobka u dambeeya, diinta islaamka ee 5 qaaradood ku baahday dadka sababta u noqday ee saldhigga u noqday ee baahiyey kadibna halkaa dadkii ka dambeeyey ka sii ambaqaadeen waxay ahaayeen dadkaa nebigu u walaalayay calayhi salaatu wasalaam oo inta kale aasaaska u ah oo ay ku dul dhisantay. iyaga oo nool asxaabta nebigu ayay u gudbeen Afrika oo u gudbeen Yurub oo badda ka tallaabeen
وإيش يا عمقي هذا قالن إلى إنديا يا باكستان قيبة كم إذا أي قارن أصحابتي ولي قارنوا لي دات كاسي وحي أهاين دات كوقتك السيدة أقابا سببت أنقضي دينة إسلامك إن أقولك إنت هالإق أي مركيبة قارتو وشعوبتي دقنيت أي صوبة إسلامتو ولا لماذا مريه كرنا الشيء بيأهاي كوة آخرة إن إلهي كتشعلان أيو إن إلهي هوز كيسا لغو هرسان أيو إن إيمان كاغو أكامل كنقون أيو إن إلهي نور منبر نور أو كغو فريسين أيو إن شنال لغو هل أيو وحيا بها فضائل كأي خيرات كأي لغت إيفا يؤكالي كشاكين مينو لكن من الناحية المادية وحيا بها لتابن كارو أفرتاسان كسو كوبينا أنت أسانا كغب حيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاه الله خير الجزاء أخونا شيخ أحمد عبد السمد خير الله سيو خلاص هذا صنع عركة وكسو أروريي قيبتي كوباد هيد مهمة إلى هذا ولا التنمتك يمد هذا أنا مرين هيا وانا وارتي آدي فرنتي أولا دم يسيب هيدو تعليق بضان ومبهانو تساليو بحي النبي عليه الصلاة والسلام قاب وبدلوا عملي وغدقي يسيد طلبوين كإسكوحي وقاضي كدي من الطلبوين كقاضي ثمرتي مليها كانتي حوجي يا ودي أما نعمة دهات أما معنويات دفاعي مقالة المدينة وذا الدفاع ذين نشر المارت إسلام كفافي تانكسي ربع القرن ابن كثير وحولها يعني ربع قرن واحد من بولشان إلى باطن سنة أي عالم كم من طر من غربيه إلى شرقيه بيكو جرسيين بولهي مارت المسلمين تم مني ما من السيدة كقارين يا ثمرتي دويان عن كوسا وريتنا إن غيب طلبات وموضوع كوكبنا هاي من نمط كاس أما ولا التنمط كاس ديني مهمة عاصلة يا مرة عاصلة وحياة حوتشية وتيرر كون قنكرة وأتكية والدميتان كإيو ضعيف نمط كإلاليسا مقومات لي هذا يوحى كوسا أبسن شيخنا الشيخ محمد إدريس بأمريكا يعني كوسا وريتنا هنا فليتفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد موضوع وموضوع مهمة وهذه يجير إن لقى هذا الله أي تهيل حصوصيه مسلمين تا محاد عي يعني جريتان كودة سيدة هدبة شيخ أحمد وآف قرد فطي جريتان كودي مسلمين تيني جران وباقن وغضان ودين تي إلهي سبحانه وتعالى إيقوتان تيرك كو آسان تهي أما كو تاقن تهي وعاكم بده ولا التيني ماذا داني ولا التيني ماذا سجرين مجريان مسلمين تو جريتان كودو وضعيفة أما مجريو أنا وحن سكوبان أطل مامي دور قضب أما دور تير وكم ذا تيرركا أي كتاقن تهي ولالتني مداسو دين أهان إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كريم كاه ونقو بياني نبي عليه الصلاة والسلام وكتل مامي أحاديث فربضان أفرمشان تير بان كتل مامي دونا إن شاء الله تعالى تيرك أهرية يعني وحويه جعيلك جعيلك ضدك مؤمنين تأه كدحية أمال رب إنه كدحية إلهينا سبحانه وتعالى ودحدي وإنما المؤمنون إخوة وإلهي سبحانه وتعالى ولا لهاس كالقعلنا يسقبان ويستعليهن جعيلك سنة شرط أوبا أيهاي إيمان كودي إنو لما يسترمو والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مر مين يوم تكين أما إيمان كيسو دب من نقونا يحقيق ما من نقونا وإيمان كاقبا بشك كجراء هذا نقفك ولا الكاء مسلم ككلاء إيمان ككل وذاك هذا نجعلين وواحد نفط هذا لج عش هاي هذا نسق لج علانين دي تعله هلا ولا التنمى دي وجريس هدي تاسق ولا التنمى متى جنان كرتو ده ولا كان عبتها هذا حميصو هذا كفوجاتو ده هجريسو
داد قويسو ضلت دقاشو ولكن ماذا ضعيف ساس درت ابو النبي عليه السلام وحلا له وحيك جعيل كاس يكل جعل كاس قوينيه قال نمو وقتل بامام اسمالك اسلامك يقول لك اتقي لا ترجعوا بعدي كفارا لا ترجعوا بعدي الضلالة قوم حسبينا يضربوا بعضكم رقاب بعض من غير كلو دليه هذا عجعل السماء يسان ويش دليسان بحق رسينا استشان القعل كنما ماشي كمخان قفت تعش هاي مدشت قفت ايمان اي والالتنمو ايمان كان انه كحريه جعل كيسه مد ليسد منح ما ينسد مركا جعلكو بل ايمانك نبي عليه السلام وحل شيء انا بل ددمينين هدانو جعلك ولالك وينجر ايمان كان قنتك او ادغنو يح اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله قال النبي عليه الصلاه والسلام ايمانك مش وادك اما كنتنتيس او ادق و إناد إلهي درت استجعلاتا معانك إيمانك من الدمينيس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وحكم إذا أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إلهي درت اسكلي يقف نوج عليه أنا وحكى لوج عليه بو إيمانك بقول الدمين كراه قلبك اللباد أما تيرك اللباد وحويه الولاء وإن إنه حكت ويهي إنه أقرقاره إنه أهيليه هيل ولا الكيس إنه ولا التنمضو أي كوة جبنس إنه للتاقية هدانا يجرين إسو هيلين مجريسو ولا التنم مجريسو ولا التنم الدباهي مجريسو من التاقنان كرتو ويكالاقو قوائيان ذلك مسلمين تا إلهي سبحانه وتعالى حليه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلهي سبحانه وتعالى حليه إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وله نديهيل إذ كباهضان أما إذن ويدستان نادو قرقرتان نادو قرقاريسان مركا ذاتك مؤمنين تو دادو سو قرقارة أو سو هيلية أولا لها أو هلك اللقعون أيو أو لقو بابئين أيو ما جوغي كرتت ما ندقنان كرتت حسلوني نكو من نولان كرتت واتهدى شيخ النوشيق أي مهمة دادة إنا يتاهي وابهل جسد هل جروي سجر كاجيو قيبي أي أنت هاي أما تاهي سو أما حنون سنتاي أدي وأدو راحي سنكرتا لكن ما أنت حنارك نادت كمسلمين تاها ميلا بضن ودباتوين كجري وما أمر حلب عنا ببعيد أرنتي كد عيسي يد سوريا ولا لين عراق كهريسي مسلمين تكلا تؤجوا الصومالي وكد عي إيو ميلا كلبا حكد عي مسلمين تينا أي تجن معناه وحواي ولا التنمادي هالكاس يعني وحي لا الله يتير كم ده تيرك يكون تجنيد أيام بد أولين أو إن لا يسهيليه هديك لا ولا التنم متشريس وح كم ده تيرك يكون تجنيد أي صبرك إيو يصد القاضة الشذا نعم هداني جرين إن لا يصد القاط أو وح بدن للقه لما وضع نولان كارو نولان مجري كرتو ولا التنمان مجري كرتو يا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك كريم كاهو أحبادن بو نغو أمري صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولالك أدو وحكو قارسيو أما حتى وحكاسو قاران وحلو باهي يا صبر وحلو باهي دول قاد إن للي ماذو لكن دل آم بيصد القادن كارين أو كلمة قفك حقا المركي كسو يارتو هول للي هاي walaaltinima meesha ma jiraysu mana taal waxa kamida oo iyaduna aan ka fogeyn afwiga iyo musaamaxada iyo isasaamixida iyo qofka wixii isagu u sameeyo wax lamida inaadan xumaanta ugu celin ama ugu jawaabin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan kariimka uu dadka mu'miniinta ah rabbi subhanahu wa ta'ala ugu booriyay afwiga iyo musaamaxada iyo
إناني كفعل تمن قفك ولا وناك وحكو بدلو ادفع بالتي هي أحسن إلا يسمعون أن تعفو أقرب للتقوى ومحل الربين ولالتني ماذا يحريرك إنو قول الله مرّبه وحنو كجري كرا وكحوك سن كرا وكتاقنان كرا إن ليس عفيو إن ليس عفيو إلهي سبحانه وتعالى قل ليه وأن تعفو أقرب للتقوى فمن عفا وأصلح فأجره على الله إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تي عفو قلت أمر إسو أجرك بحناية دل عفو ذو ولالك أجر با إلهي كسي هدال عفو ذو عز بإلهي كوكردين ما أها قفك ولالك أو أد عفو ذي إني الدل النمو إيه حسين إني كاقا كررتي ما أهي عسي شرف با كاقا كردين تاسا إلهي سبحانه وتعالى كمؤمنين توبيني ساس درت سيء وفض ذاته قفك ولالك سين عفيه قفك ولالك سوء وحكسوا قارين أما وحكا قدعين قفك الشناد أما تلك الشناد وإصلاح وبني آدمك يعني وحباد أحمرية لا شك إن الدباتوين جري مركا صلح بألو بي صلح قنا السديس وإلهي سبحانه وتعالى وأمره فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ليه ذلك مؤمنين تا أو محدعي مركي يعني بدر أيضا السود جيسي أو حوجا ذلك مؤمنين تا وخلاف ده مريض أنا إمتى أيضا السود يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إله سبحانه وتعالى حلية هي فأصلحوا بين أخويكم هذه ولا له الحمراء ولا له ولا لها نوحي كجرتا ولا التنمضو إلا إصلاحي إصلاحا إيو وناك نحن يهشي سينتنا رحمة دي إلهي باتكوه ليسان أو إلهي سبحانه وتعالى ليه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ليه مركوا ليه إلهي سبحانه وتعالى ولا ليهن هشي سية واتقوا الله لعلكم ترحمون ثاصد رحمة دي إلهي كوه ليسان معناه هذا هو حوية دنك كلا هدي أيدنا هشي سنتا سمين يا مه ليسان رحمة دي إلهي رحمة دي إلهي ما بيدين دوبة وإذا كفكت مركب برواقو إيا رحمة إيا الرب إيا إلهي سبحانه وتعالى نحرستيسي إيا دباتوينك إيا علاضة إيا وحصل إن إلهي نكرد حقاض ونحدنا نحرس يا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن إلهي سبحانه وتعالى رحمة داس إنو إدين فرو وحيالله يكون حرانتي وحكم ده هشي سنتينا ما أنت مثلا حتى لنعبديان الكفيري إلهي سبحانه وتعالى مركة أودتك مؤمنين تأهتير كدقى إسهيلين توضو إني كجرتو إسكو دوبنان توضي ولالتين مضوضا قال هذا نواردنك كالا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أوروبا هذا سدي لا تندولو إسكو حيران تركيا ما قصني إريد التاقين تللي هاي تركيا لقصة دريا يوروب اتحاد كيد من الله قال إن لغو صدره يا صببت أقوينا ونقد غندوين ونقد دين دونهن وي ما هو حكالت موجودة إن حق إصلاح تنازلك يعني وليس التنازلية ومصالح باقو حرم ذاتك مسلمين تاني يسو التنازلان محو إلهي سبحانه وتعالى صلح وامري وهذاتك الصوماليات بل هذا فيري وهذا ولا التنين ماذا دي اللي قلت جينا يو سو شئنا سجع علاد علاد إياه الله يسجد يقو مصلحة ضاضة هيكوجر تأييو إنه يسوت تنازلان هديك اللي بدل كوه النقطة يا إنه يسوت تنازلان عدو إياه غير كذا بقول نقطة بدل كاسواي وأوتومات تصل هدا إدمكو يسوت تنازلي ويدان عقوبة إنه واحد النقطة يسخصب إنه عدو إنه تنازشان أو يسوي دين تلست أو يسوي دين دين ماريو واحد ودونه يسوي دين ماريو ما حد عاي دين كصلح يجي هشي هيس جديد أو رحمة دي هذا شيء رحمة دي والله ديك قاضي مركز على دين كرباش عدو كان على دين كرباش يا ويني ربع دين تلناي
oo dibadaha ka yimid cadowgiina ayaa idin talinaya. Haddana Soomaalidu way ka dhex dhacaysaa, waad ogti yaa qabaailka iyaga laga kari la'yahay, ina walaalaad tihiin laga dhaadhicin kari la'yahay ya. Hal wiil xabasha imanaya iyagoon isugu yeeraya, amarka qaatu lay saddexdeenu oo aniga maxaa aniga ii maqlay anaa maanta dhan walaalka ah kuleh leh culimmada maanta dhan kuleh walaalo 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 kuleh maqlays. Markaad diidintaas cuquubadeedu maxay noqotay? kaas yarbaa u yeerin lagu karbaash. Haddaa idinku isu dulqaadan weydaan bal hadda fiiri, yacnii hadda sheekh wuxuu lahaa Madiina walaaltinimadii waxay dhashay Madiina inay qaado waa mirihii inay qaado dadki yimi oo dhan dhammaan inay istaacabto. Maxaa dhacay? Soomaalidu way mahmahda oo waa mahmah dhab ah oo diin ku qotonta weeye, ilaan dhaqanka waa dad muslimiina. Waa kuwa ilaha gacal isma ciriiriyo, gacal he dad isjecel isma ciriiriyaan ya. Ninka carabkana saasuu ku gabiyey, wuxuu yidhi lacamruka ma daqat albilaadu biahliha walakina akhlaaqa arrijaali tadiiqu ya. Dadka inay iyagu isnacaan buu dhulku ciriir u noqdaa, laakiin haddii maxaba iyo isjeclaan ay jirto dhulku ciriiri ma. Habeen dhaweyd baan u malaynayaa inaan soo qaadayay oo aan lahaa Holland iyo Denmark iyo aan tusaale u soo qaatay, yani gobolka waddanka dhan oo Holland 140,000 oo square kilometer waay, waxaana ku nool 18 million oo ruux oo waddanka dadka u dhashay ah, iyo 2 million oo dibadda uga timi oo qaxooti iyo ajnabi ah. Masaaxa ahaan waxay leeg tahay baa leh gobolka Galguduud ee Soomaaliya, halka gobol keliya leegtahay Soomaaliya, 16 gobol marka loo qeybiyo, halka gobol gobolka Galguduud waa 140,000 oo square kilometer isaguna. Dadka ku noolna waa less than 1 million taqdiiraadka. Habeenka dhaweyd baan afeeftay, waxaan eray yani tiradu ma aha tira dabdi, ilaan Soomaalidu tirooyinka iyo isku khilaafta yaan la ii malaynay inaan qolo yaraynay qolona badinaa, tiro go-an maaha. Waa laga yaabaa Galguduud 5 million inuu ku noosha, marka waxbaha ka xanaaqinina haddaan iraaha 1 million baa lagu qiyaas, macnaha waa iska tusaale. Halka milyan gobolka intaa leeg oo Holland ay isku mid yihiin, Hollandna waxaa ku nool 18 million, gobolkaana waxaa ku nool 1 million. Halka milyan maalin walba qacba isku haynayaan bal ka waran dhulka nagu cariiri bu nagu yeelay naguma filna naga durka qolo hebelay naga durka. Maxaa dhacay? Waa tuuladaana tuuladayda waa ku soo durugteen annagii baa manaqa war meesha waaba cidlaay maxaaba maarata yaale baba waaba annagoo dhan bayna qaadaa Soomaali oo dhan haddii la isu keenayba qaadaa gobolkan ku filay ya. Marka waxa weeye walaaltinimada iyo heshiiska iyo wax wadaag ayay walaaltinimada iyo dadka masaalixdoodu iyo jiritaankooduba ku taagayeen, taasuna Ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta u horseeday oo rabbi subxaanahu watacaala uu ku amray. Haddii laga soo tago kalgacalka iyo wax wadaaga iyo isuhiilinta iyo heshiiska iyo sabirka iyo cafuga iscafinta, yacni masalan fiiri hadda South Africa hadda ka yimi madowga intaasoo 100 qarni, aniga sheekh waa wada joogna, intaasoo 100 qarniba intaasoo qarniba la gumaysanay dadkii waddanka u badnaa, rag baa soo halgamay, waa soo direreen, waa soo waxayeen, waa kuwii markii dambe xornimada qaatay. Odayaashii u waaweynaa uu ka mid ahaa odagii baktiyahad Mandela, markay yiraahdeen haye nimankan cadaanka aan ku yaacno eberka naga dhigay, wuxuu xiro u kaadiyay bal u kaadiyay yaa u kaadiyay si kalaan uga argoosanaynaa buur, waxaan kaga argoosanaynaa inaan cafino. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waan yaabnaa annaga waxaan mar hadalkan qoran ninkan islaam baa sheegtay diin xataa ma rumaysna, wax diin la yiraahdo ma rumaysna. Mar baa la weydiiyey wuxuu yidhi diintaydu waa ANC ya, aniga diinta ANC xisbiga ANC unbaa rumaysnay, wax diin oo aan kaleeto aan rumaysnay maba jirto, la kristaan wala masiix wala geerka. Laakiin bani aadamka Ilaahay subxaanahu watacaala caqliga markuu isticmaalo wuxuu yidhi war nimankan kagaba argoorsanayno hadda inaan isdilno oo dagaal hor la bilowno, oo shalayba iyaguna cadaadinayeen maantana anagu aan cadaadino, haddana beri iyagu soo noqda, haddana anaga saadamaan soo noqda, haddana iyaga haluma jarna isaa noqod,
waan cafinayna wadankana quwadan walaalayna taariikh ahaana u qoranayna marka ilaahayna subxaana wa tacaala an tacfu aqrabu litaqwa bulay bal dadka soomaaliyeed inay bartaan inay iscafin karaan war gaal aan ilaahay iyo diintiisa toosan rumaysnayn baa wuxuu ku leeyahay 28 sano xirnaa waana cafin ilaahay subxaana wa tacaala suuratu yuusuf baynu habeen iyo maalin akhrinaynaa uu leeyahay walaale idhab laa tasriiba calaykum lyom waa kuwii dilay dil maxaa ka weyn way dileen walaalihiis god bay ku rideen wuxuu waa idin cafi waa la wada noolaaday marka dadka soomaalida inay ogaadaan walaaltinimada iscafinta iyo isu dulqaadashada iyo wax wadaaga ma aha diintooda iyo wanaagooda aakhira keliya ah adduunyadooda wanaaggeedii baa ku jirta adduunyadooda wanaaggeedii wadaadadaana ka hadli doona miraheeda iyo wanaagsan iyo khayraadka ku jira ilaahi subxaana watacaala towfiiqdahana waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin jazaahu llahu khayra aljazaa sheekhana sheekh maxamed idriis khayr allaha siiyo aad buu usoo ururiyey muqawimaadka ama tiirarka walaaltinimaadka diiniga ay ku taaganta ama lafdhabar u noqon karta shan arrimood buu kusoo ururiyey oo maxabadii jacaylka dhexdooda maxaba la-aan inuusan waxba ayna taagnaana tiirka labaad alwala aanaysi iyo soo dhaweysh maarata inuu qofku aanaysto qofka walaalkiya qofka ehlu iimaanka inuu dadka kale uu ka xigo ka saddexaad waa sabirki iyo dulqaadasho in lasu sabro bini aadam weeyaanoo dadku malaa'ig maho akhdaa iyo khalad iyo waxoo dhan ba yeelanhayaan ka afraadna waa cafis iyo musaamaxaad aayadda uu sheekhu qeyb ka sheegay oo ahayd maaragtay suuratul fusilad ay ku jirtay oo alla uu lahaa idfac billati markii laga soo sheekeynahay maaratay ina aladiina qaaluu rabbuna la uma istaqaamu markii laga soo hadlayay idfac billatii yacsan aayadda waxaa lagu khatimay wamaa yulaqahaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqahaa ila duu xadin cadiim bal yacni waxyaabihii wan wanaagsanaa ee laga soo hadlay idfac billatii yaxsan bal yacni qofka dhibaatada kuu geystay mid ka fiican ugu bedel bal waxaa laga soo hadlay oo dhan qof kasta iskama helaali keliya waxaa helo uun qof ilaahay subxaana wa tacaala uu sabir siiyey iyo nasiib ilaahay uu siiyey qofkan baa arrintaa ilaahay waafajin wey ee qof kasta lama waafajiye wey islaaxi baa ka mid a bayna almuminiin maaragtay dhexdooda inay maaratay ay islaaxa dhigaan oo waxyaabaha maaragtay lafdhabar u noqon karta way fara badan yihiin laakiin xaqiiqatan waa arrimo aad iyo jeer in lagu celceliyo u baahan weeye waxaan hal mithaal ku darhayaa muslimiintii hore siday walaaltinimaadkay u ilaalin jireen insha allahu tacaala habeen dambaa laga hadli doonaa yacni waxyaab maaratay ilaaliska in la ilaaliyo qofka muslim ama jirooyinka keenhaya xadiid bukhaari buu ku yaallaa cabdullaahi bin cumar iyo waxaa isqabtay qabasho kale mahayn mucaawiya bin abi sufyaan laba saxaabi ahay radia allahu tacaala canhuma wa can iljamiic saxaabadu dhammaantood waxay ahaayeen dad ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay mucaawiya markii xukunkii uu qabtay oo loo tanaasulay oo xasan bin cali u tanaasulay oo caamuljamaaca loo bixiyey israaci iyo midnimadkii sanadkiisa ayaa waa la kaftami meel majlise laisgu yimid waa dambo hadda xukunkii uu jiray oo laisraacay oo dowladdu xoog leedahay mucaawiye iyo rag baa meesha isgu yimid oo saxaabo ahaa mucaawiyaa hadal yidhi wuxuu yidhi xukunkan ama yaa waayo annaga cidda waa lais yaqaanaaye cidda annaga nagula tartami ama nala qabsan karta ama maaragtay isa soo taagi karta waa ayuu annagu ree hebel baa nahay dabcan ree banu umayuu ka dhashay oo qabaaisha xoogga badnaa ahaayeen hadal adu noocaasu soo jeedi yuu yidhi goobtana waa la fadhiyey cabdullah bin cumar baa ka mid a ragga fadhiyey waxba lama dhihin markii la tegey yu cabdullah bin cumar wuxuu yihi radia allahu tacaala canhu waardaa wuxuu yidhi hal kelimaan damcay inaan ugu jawaabuu haddana waxaan ka baqay oon kelimadaa oga tegay inuu khilaaf dhaco wal khilaafu shar wey khilaafkuna shar weeyaan midnimadka annagii inuu dhaawac uu keeno oo kelimadaa waxay ahayd waxaan damcay inaan dhuhu yidhi waxaa kaa leh oo hoggaanka kaa leh iyo madaxtinimadka iyo horjoogaha ummadda waxaa kaa leh raggii adigii aabbaha oo gaalaa idinkula dagaalamay oo muwaxidiin ahay oo idinkoo gaalaa idinkula dagaalamay markaad gaalnimadka aad ku jirteen oo dagaalamay raggii idinkula dagaalamay idinku weeraray oo sababkooda aad ku soo islaamteen raggaasaa idinkalaan damcay inaan dhuhu idinkoo muslimiin baa ahayn raggii gacanta ku hayay u dagaalamayay oo xoolahoodii naftooda u huray ayaan damcayna ugu jawaabay arrinta marka waxaan haddana ka baqay bu kelimadaas inay keento ikhtilaaf saa darteed buu faraha ka qaa bimacnaa midnimadka iyo walaaltinimadka say u ilaalin jireen marka waqtigii baa iska dhowaa la jawaacishihii
waxaan ku soo gabagabaynayaa hal iyo laba qof hadday jiraan hadii jira waxaa fiican mushaarakada inay dhinac kasta ka timaado. Labadaba sheekh waxay ka hadleen, midka horeeyay sheekh Oorish Axmed wuxuu ka hadlay ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay iyo thamarada walaaltinimadku ay leedahay. Sheekh Maxamed Idriisna wuxuu ka hadlay maaragtay tiirarka ay leedahay walaaltinimadku iyo waxyaabaha lafdhabarta u noqon kara haddii la waayo aana la helaynin walaaltinimadkii. Hal iyo laba qof baan jeclaan lahayn oo bulshada ka mid a, labada jaanib wax ay ku birin karaan haduu ilaah yidhaahdo inay maaragtay mikrofoonka loo geeyo oo mushaaraka ay ka qayb qaataan. Haye, hal qof ama laba qof baa rabnaa. U gee sheekh Jamcaale ama sheekh Kaamil, jazaahu llahu khayra aljazaa. bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed. Waxaan ku biirin lahay waxyaalaha dhaawaca keena oo bulshada u keena ama uquwada dhaawaca, waxyaalahan hadda soomaalida inta ugu badan intikhaabaadka hadda Kenyana ka socdo ama Soomaaliya ka jira, yacni intikhaabaadkaas inay soomaalida ku imta doorashada inay soomaalida ku imtixaandoorashada waxyaalaha keena oo bulshada maaragtay kala fogee ama mashaakil ku ama ukhuwada dhaawaca, waxyaalaha ugu weyn hadda soomaalida mujtamaceeda ka qayb qaata inay ka mid tahay ayaan ku dari lahay. barakallahu fik. waad maqlaysaan walaal wuxuu leeyahay insha allahu tacaala habeen dambe weeyaan mawduucaas caawa waxayd muhiimada ay leedahay walaaltinimadku iyo midhaheeda iyo waxyaabaha lafdhabartu ah habeen dambe waxaa weyan waxyaabaha dumiye wey oo burburinhaya maaragtay iyo sida looga ilaalin lahaa. marka runtii qodob muhiima weyaan habeen dambe insha allahu tacaala ayaan culimmadu maaragtay qaada dhigi doonaa haddii ilaaheedo oo maaragtay waxaa iman doonaa akhuna sheekh xasan ibraahim maxamed abu xasan aad u taqaanaan iyo maaragtay sheekh axmed cabdisamed baa habeen dambe haduu ilaah yidhahdo soo galhaya. sheekh maxamed idriis safar baa isagu aadayaa inuu nala jooga finlandiya laakiin wuu cudur daartay, habeen dambe laga hadlayaa. marka waa mawduuc, marka waa arrin muhiim ah doorashadan iyo waxyaabahan inay lagu kala dhinto oo aada iyo aada runtii khatar u tahay fii waqtigeedaan ka hadli doona haduu ilaah yidhahdo. hadii hal qof oo kale oo arrintaas ayna markaa muhiimada ay leedahay iyo waxyaabaha lafdhabarta u noqonaya walaaltinimadka maarta insha allahu tacaala saasoo caawa insha allahu tacaala muxaadaradeeni nadwadii qiimaha badnayd intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. habeen dambe insha allahu tacaala iyo walaaltinimadka cudurada ku dhaca iyo waxyaabaha aafada u ee burburiya iyo wixii lagu daweyn lahaa yaan insha allahu tacaala isugu imanaynaa iyo culimadeena maaragtay qaybo ka mida waxaanu isku ognahay waxaanu leenahay culimada soo dhawaada innagana inaanu gaadhsiino dadka ayaa loo baahanya oo ciilaanku beri intaa insha allahu tacaala uu ka xoog badnaada gabdhuhu hadday joogaan ha isgaadhsiiyeen insha allah saasaan kusoo gabagabayna ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanna bi asmaa xusna wa sifaati alcula inuu culimada iyo dhammaanteenma fii miisaani xasanaatina uu nooga dhigo maaragtay maalinka qiyaamada oo maaragtay uusan jirin qalbi saliima may wax kale aan lagu badbaadaynin ee maaragtay inuu ilahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka uu nawada saaro idinkuna xuduurkii naas iyo istimaaca qiimaha badan culimadeenna imaansha ay noo yimaadeen iyo juhdiga ay bixiyeen iyo kelimada qiimaha badan ilahi subxana wa tacala ka ajirsiiyo sidaasaanu kusoo gabagabaysanaynaa. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.